أني رجعت أتذكر، حاسس إنه في أمل. مشواري مع أبو راس يمكن نشط لي ذاكرتي. إيه ممكن، منيح إنه خطر له يطالعك مشوار. إيه والله، يا الله على ذكريات. عم أتذكر لما كنت مرة أنا وياه بحلبة الملاكمة، كنا عم نتدرب كتير وقررنا نعمل مباراة بيناتنا وقلنا منتسلى. كانت منافسة قوية ما بنسى لها نهار. وشوفي هلأ وين صرنا. يلا الحمد لله نحن اثنين بخير. شاهين، رجعت تذكرت شي تاني؟ لا ما عاد تذكرت، بس أنا حاسس أني ممكن أرجع أتذكر كل شي مع الوقت. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا سميح عم يتصل، رح أطلع رد عليه برا. إيه أهلين سميح. جانسيت شو الأخبار؟ في شي جديد؟ لا ما في شي، بس أنا كتير متوترة كل الوقت، خايفة ترجع له ذاكرته. شو بدنا نعمل سميح؟ لقيت حل للموضوع؟ إيه لقيت حل، ما تاكلي هم. سألت رفيق لألي صيدلاني، قال إذا وقفنا دواء الباركنسون بيتشوش، لهيك فضيله الحبوب واعطيهن فاضيين مشان ما حدا يشك. بس أنا خايفة تدهور حالته أكتر. ما بعرف، القرار عندك. الأحسن يتذكر كل اللي صار بهداك اليوم ولا تدهور حالته ويتراجع. أنت فكري وقرري شو اللي بيناسبك. هي فضيت آخر وحدة. سامحني شاهين، يا ربي سامحني. جانسيل، صار لك زمان بالحمام، صاير معك شي؟ بس لأنه بدي فوت. لا طالع فوراً. Thank you.
اتفضل يلا خلصت. اسفة ضايقتك. هدول ليش هون؟ شو حبيبتي؟ الحمد لله شاهين أكل وأخذ الدواء، ما تركته لأكل ونام واتطمنت إنه منيح. هذا هو الدواء؟ شو هذا حبيبتي؟ هدول أدوية الباركنسون تبع شاهين، لقيت هاي الحبوب على الأرض لما طلعتي من الحمام. فهميني شو عم يصير؟ عم تعطي أخي حبوب فاضية ولا شو؟ يعني خلص كشفتيني. شو كشفتك؟ جانسيل أنتي؟ إيه صح، أنا عملت هيك. ليش هيك عملتي بالدواء؟ إيه صح، أنا فضيت كبسولات الدواء، بس هذا الشي مشاني، ما عم بقدر أبلع الدواء هيك، معدتي عم توجعني منه. أنا لما قريت رشيتة الدواء شفت إنه بيساعد على النوم لأنه مهدئ، فقررت آخذ منه. جانسيل أنت كيف ممكن تعملي هيك شي؟ نسيانة إنك حامل؟ معقولة تاخدي أدوية هيك عكيفك؟ ما عم صدق. والله ما كنت بعقلي هاي الفترة، صدقيني ما كنت عم بقدر نام من التوتر. إيه ما في حدا بيتحمل اللي عشناه بالأيام الماضية، قلت باخد كم حبة منه أنا مشانه، ما بدي شاهين يحس إني متوترة أو خايفة، ما عرفت شو بدي ساوي، قلت باخد كم حبة وبرتاح، شو رح يصير يعني؟ حبيبتي أنت بترجاكي ما عاد تاخدي حبة دواء لحالك، الموضوع خطير، فكري بابنك وفكري بحالك، اتفقنا؟ وعديني هلأ أبداً ما عاد تاخدي أدوية عكيفك.